انا مش هتكلم على لسان حد زي ما بقول، نفوذ. ولكن سيد انفجر لان هو خلاص طالما في كلمتين اتقالوا وصلوا له كده. على فكره هو طلوع سيد كان طالع يقول الكلمتين دول، هو قاصد يعني، هو سيد حاطط معوض في هو متعاقد في قناه تانية، سيد راح مخصوص عشان يقول الكلمتين دول مخصوص. انا بقول لك اهو، فانت خليته انفجر. انا عارف سيد هو غضبان من بدري مش من دلوقتي على فكره، مش ناقص سيد بقاله شهور غضبان وجوزه متضايق من كذا حاجه يعني خلاص، ولكن في حاجه لمسته جامده عشان يخرج. انا برضو بحسن صوره سيد لان هو مش هيعمل كده الا اذا حد دفعه خلاص. فطبعا احنا ما كناش نتمنى الحاجات دي. انا مش عايز اسالك في تفصيل، انا عارف كويس ان انت عارف التفاصيل طبعا، بس مش هحرجك فيها. لكن هل تواصلت مع الكابتن سيد بعد القصه دي ولا لا؟ لا ما اتكلمتوش. ما اتكلمتوش. لا خالص. طيب كابتن وائل، رايك ايه انت في الموضوع ده؟ يعني ان القصه تصل لهذا الحد، مش عايز اركز عليها قوي، بس يعني هو الناس مستغربه ان ليه يكون العلاقه ما بين زملاء عشان بس في مناصب، عشان مش عارف ايه، ممكن العلاقه تبوظ الدرجه دي. وانا مش بتكلم على اي زملاء، انا بتكلم على اثنين يعني اخوات يعني تقريبا، او مش اثنين كمان ثلاثه، محمد شوقي وبركاته وسيد. هو الموقف في حد ذاته مش حلو، لكن عايز اقول لك على حاجه. عشان هم زملاء وزملاء قوي، فاكيد على قد الصحوبيه كان في زعل كبير. مفهوم. شريف مش عايز يقول لك ان سيد معوض اتوعد ب 2005. اوكي. لا هي اتوعد بمنتخب 2005. ومحمد شوقي اعتقد 2007. او خمسه برضه. خمسه برضه. تمام. ففي ناس خدت كلام ان الناس دي هتمسك المنتخبات. اعتقد كابتن شريف نفسه اتوعد. اتوعد كابتن شريف؟ وشريف برضه. اتوعد؟ تمام. اتوعد؟ ومع احترامي بأني منتخب؟ ال ايه؟ اتوعدت يعني كان بيتقال كلام يعني الخمسه والسبعه يعني ومع احترامي للناس اللي ماسكه ده ما يقللش منهم، ما لناش علاقه بيهم خالص، احنا بنتكلم على موقف تاني خالص. لما تيجي تتكلم على منتخبات الناشئين تمام؟ مين ماسك منتخبات الناشئين؟ قول لي كده. وادي الرياض 2005 بالظبط، كابتن احمد الكاس 2008 تقريبا. 2008. مين 2007؟ فكروني يا جماعه. 2007 دخل انا تقريبا مدرب حراس كان امير عبد الحميد. لا انا بتكلم على المدير الفني. ما انا مش عارف. فكروني مين المدير الفني 2007 يا جماعه؟ هم اعلنوا مؤخرا تقريبا. هو لسه ما اتحددش ولا ايه؟ لا اتحدد. لا اتحدد 2007 بس ما نزلش تقريبا. طيب المهم يعني ما نزلش رسمي تقريبا لحد ما يقولوا لي. ايه علاقه الناس اللي مسكت منتخبات الناشئين بالناشئين اصلا؟ حسين عبد اللطيف. كابتن حسين عبد اللطيف. ايه علاقه الثلاثه؟ مع احترامي هم قامه كبيره جدا وانا بحبهم جدا، بس ايه علاقه الثلاثه بالناشئين؟ بالناشئين؟ ممكن شويه الرياض. ممكن شويه. حسين عبد اللطيف مسك مثلا نائب رئيس قطاع او تقريبا مدير فني قطاع في نادي الزمالك. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي الناس اللي شغاله في القطاعات اللي هي لعيبه الكوره، سواء رئيس قطاع او مدير فني قطاع او مدرب يكون كفء ماسك موضوع الناشئين. تمام. فهو مؤهل في الحته دي، لان خد بالك الناشئين مختلفه تماما عن الدرجه الاولى. اكيد. مش بس انت مثلا هتيجي تتكلم على كابتن الرياض، ما هو مسك مثلا منتخب اولمبي مع كابتن منتخب اولمبي ده برضه مش ناشئين، انت بتتكلم برضه